صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك ظهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الظهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل، ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطل. ولا خير في وعد إذا كان كاذبا، ولا خير في قول إذا لم يك فعل. إذا كنت ذا علم ولم تكن عاقلا، فأنت كذي نعل وليس له رجل. وإن كنت ذا عقل ولم تك عالما، فأنت كذي رجل وليس له نعل. ألا إنما الإنسان غمد لعقله، ولا خير في غمد إذا لم يكن أصل. صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك ظهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الظهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطل. ولا خير في وعد إذا كان كاذبا، ولا خير في قول إذا لم يك فعل. إذا كنت ذا علم ولم تك عاقلا، فأنت كذي نعل وليس له رجل. وإن كنت ذا عقل ولم تك عالما، فأنت كذي رجل وليس له نعل. ألا إنما الإنسان غمد لعقله، ولا خير في غمد إذا لم يكن أصل. ألا إنما الإنسان غمد لعقله، ولا خير في غمد إذا لم يكن أصل. صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك ظهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الظهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطل. ولا خير في وعد إذا كان كاذبا،
ولا خير في قول إذا لم يك فعل، إذا كنت ذا علم ولم تك عاقلا فأنت كذي نعل وليس له رجل، وإن كنت ذا عقل ولم تك عالما فأنت كذي رجل وليس له نعل. ألا إنما الإنسان غمد لعقله، ولا خير في غمد إذا لم يكن أصل. ألا إنما الإنسان غمد لعقله، ولا خير في غمد إذا لم يكن أصل.